معكم طالب أنا السعود المطيري في الثاني الصف الثاني ثانوي إدارة تعليم الرياض. والله العظيم من الشعور يعني فخر بنفسي إني وصلت من 140,000 طالب فأنا إلى 14,000 أو 13,000 ثم إلى 2900 ثم إلى 350، يعني شعور فخر مرة. والله شفت يعني أنا قرأت بعض الأبحاث الثانية يعني أبهرتني مرة، فيعني حاولت إني أقوي نفسي مع لجنة التحكيم عشان أبهرهم أقوى. والله الحمد لله قريت الأذكار وإن شاء الله ما في توتر. والله داي الحمد لله خلصت مع الوقت وخور بنفسي واثق من نفسي الحمد لله. دخلت لجنة التحكيم وشرحت موضوعي وأدائي كان جيد الحمد لله. سألوني عدة أسئلة وجاوبتها يعني بطلاقة. اسم مشروعي طبعا بالإنجليزي Electrochemical Reduction of CO2 over Tin Oxide Based Catalyst to Value Added Product. الهدف مشروع أنه يختزل ثاني أكسيد الكربون، معناته يفكك ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى مادة مفيدة غير ضارة للبيئة واللي هي مادة الفوربيك أسيد. والله طموحي أني أوصل آيسف، مو بس آيسف يعني بإذن الله أني أنشر بحث هذا، مو بس طموحي أني أوصل آيسف، هو أرفع رأس أمي وأبوي بإذن الله. والله شوف أنا عن نفسي قبل لا أدخل بدا يعني ما كنت واثق أني راح أسوي بحث بهذا القوة، لكن يعني أنت اقرأ واستعين مساعدة، يعني مستحيل راح تسوي لحالك، الوالد الوالدة أي أحد من أصدقائك راح يفيدك، وادخل حتى لو أنك ما فزت راح تستفيد من التجربة بإذن الله. أشكر الوالد والوالدة على دعمهم لي، وأشكر جامعة دكتوري في جامعة الملك سعود على الاستعانة بالبحث، وأشكر موهبة على البرامج التي قدمتها في مساعدتي على التقدم في مجال البحث.